فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل الأفضل التنويع في الوضوء، فمرة يتوضأ ثلاثا ثلاثا، ومرة وفي بعض الأحيان مرة واحدة وهكذا؟ وش علشان؟ لا، السنة أنه يتوضأ وضوءا كاملا في كل مرة، أعظم لأجره. نعم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله، فتاوى شرح كتاب العمدة في الفقه للإمام ابن قدامة المقدسي الحنبلي رحمه الله، مرتبة على أبواب فقهية. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة.